يبقى انا كده عندي البي بتاعت القاعده العاديه 32 والاتش 72. غير زي ما تحب، اعمل اللي انت عايزه، هتلاقي الابعاد بحيث دايما ان الاكس ثابته وان الرفرفه ثابته في جميع الاتجاهات. لاحظ كده، خلينا نرجع تاني ل 120. لاحظ كده الفرق ما بين الطول ده والبي 2 اكس ثابته. يعني لو طرحت البعد ده من البعد ده يديني ايه؟ 2 اكس، هتروح مع 2 اكس، اتش سالب البي. يبقى الفرق ما بين بعدين العمود هو الفرق ما بين بعدين القاعده. دايما الفرق ما بين بعدين العمود هو الفرق ما بين بعدين القاعده. 32 72 فرق كام؟ 4 من 10. 30 و70 الفرق ما بينهم 4 من 10. غير كده، خلي دي 100 و 165، 72 في 3 و10 يعني فرق برضه 4 من 10. غير البرين كباستي برضه، فرق برضه 4 من 10. هيظل الفرق دايما 4 من 10 لان هو اوريدي اصلا حالل على اساس ان الفرق 4 من 10. ففي كل الاحوال هتلاقي الفرق ما بين بعدين القاعده هو الفرق ما بين بعدين العمود. يبقى انا ده كده الفرق بتاع ابعاد القاعده العاديه. الاريا بلين كونكريت اكشوال كام؟ ده في ده 6.21. يبقى الاريا اكشوال 6.21، وبالتالي هتلاقي الاكشوال بيرنج كاباسيتي اقل من ال 20. تمام كده، انا قدرت اجيب ابعاد القاعده العاديه. يبقى دي اول نقطه. يبقى انا لو جيت هنا كده وقمت قايل له البلين كونكريت دايمنشنز، البي والاتش او البي والال بيساوي ده وده يساوي ده، ده كده عبارة عن ايه؟ مخرج ما بتعدلش. ده عبارة عن مخرج ما بتعدلش. المفروض بقى ان انا عشان ابدأ احسب الابعاد او الحسابات اللي جاية بعد كده، المفروض ان انا احسب بقى البلين كونكريت كام، تخانتها كام. احنا قلنا ان هي اكبر من 20، وليكن خليها ده طبقة طبعا بلين كونكريت مدخل، يعني وليكن 40 سنتي. المفروض دايما كان يقولوا لنا ايه؟ خد الرفرفة ما بين القاعدة العادية وما بين القاعدة المسلحة هي التخانة بتاعت القاعدة العادية. يعني التخانة بتاعت القاعدة دي 40، كان بيقولوا لنا ايه؟ البي بقى بتاعت الرينفورس كونكريت هتساوي كام؟ بتساوي البي بتاعت البلين كونكريت ماينس 2 التي اللي هي 2 البلين كونكريت ثيكنس. ده ليه؟ ده كان من مبدأ يعني ده اسهل طبعا وانجز، لان الطريقة التانية فيها حسابات، ولكن احنا هنتعرض للطريقة التانية. يعني الحقيقة مش كده، هو المفروض التي دي بتتحسب او الرفرفة دي بتتحسب على اساس لاحظ كده ان الجزء الرفرفة من القاعدة العادية وبين القاعدة العادية والمسلحة اللي هو ده اللي هي السي، السي دي اللي هي الرفرفة ما بين القاعدة المسلحة وما بين القاعدة العادية. كان دايما بيقولوا لنا خدوا السي بتساوي التي مباشرة، بس الحقيقة مش الكلام ده مش دقيق قوي.
خلينا نروح لدكتور عبد الفتاح القصبي في الجزئية دي ونشوف هو هيقول ايه. ده في كتاب الأساسات للدكتور عبد الفتاح القصبي صفحة 236 و237. المفروض هو أخد دلوقتي إجهادات الشد القصوى على القطاع ده، فقالك إن هي بتساوي 6 إم على التي سكوير. التي سكوير اللي هو السمك بتاع القاعدة العادية. الكيو تي من حسابات الام بدلالة الكيو اللي هي اجهاد التربة، 3 ام كيو عفوا اللي هي اجهادات الشد للخرسانة. الكيو تي اللي هي اجهادات الشد للخرسانة، والكيو اللي هي البيرنج كاباسيتي، يعني هو حسب الام بدلالة البيرنج بدلالة البيرنج كاباسيتي. الكيو تي بتساوي 6 ام على التي سكوير، والام دي هتساوي دبليو ال سكوير على 2 بدلالة على اساس ان الرفرفة او الجزء اللي هو الرفرفة السي اللي احنا شفناها دي كابولي، فهو ده كده هو رمز له بكيو، فالام هيساوي كيو في السي سكوير على 2. فلو خدنا الكيو تي وقلنا ان هي بتساوي 6 في الكيو سي سكوير على 2 على تي سكوير، هنلاقيها وصلنا الى 3 كيو سي سكوير على التي سكوير. في النهاية هنوصل لان الرفرفة بتساوي السي بتساوي تي اللي هي القاعدة العادية، تخانة القاعدة العادية جذر 1.33 على الكيو اللي هي البيرنج كاباسيتي. ده على أساس إن الإجهاد الكيو تنشا للخرسانة 4 كيلوجرام على السنتيمتر سكوير. فأنا هنا هحسبها له، هقول له إن السي الرفرفة بتساوي التي السي بتساوي التي في 1.33 على اجهاد الخرسانة في 1/10 عشان احوله بس الى كيلو جرام وعلى سنتيمتر سكوير، واقول له ان دي سكويرت، يعني هقول له هنا ده بتساوي سكويرت للرقم ده بتساوي 0.3261. ده معنى ايه؟ يعني ان الرفرفة السي عشان ما يحصلش كسر للمنطقة دي المفروض ان هي تكون 0.32 مش 0.4. فانا هنا هاجي هاخد الرقم ده كده كنترول سي كنترول في واقول له هنا دي كده اسمها الار سي كونكريت دايمنشن، واقول له ان دي بتساوي الرقم ده زائد 2 في سي لان انا عندي رفرفتين 2 في الرقم ده هتديني 2.95، واقول له بتساوي الرقم ده زائد 2 في الرفرفة دي، بس طبعا دي 2.95 ودي 3.35. فخلينا نلجأ للدالة اللي احنا قلناها من شوية كان اسمها ايه؟ كان اسمها سيلينج. هقول له انا سيلينج للرقم ده لأقرب 1/10 3 بدل ما كانت 2.95، وهنا نفس الفكرة سيلينج تقريب الرقم ده الى 1/10 بس. يبقى انا عندي ابعاد القاعدة العادية
32 في 72 والأبعاد المسلحة عفوا المفروض ان دي ناقص ودي ايضا ناقص لان ابعاد القاعدة العادية اكبر من المسلح، متر 70 في 210 ودي 32 في 72 يبقى انا كده قدرت احصل على ابعاد القاعدة العادية وابعاد القاعدة المسلحة. يبقى انا كده عندي القاعدة العادية 32 في 72 في 40 و2 او عندي القاعدة المسلحة متر 70 في 22. المفروض انا هبدا اعمل حسابات، انا خلاص عندي الابعاد وعندي الرفرفة بتاعتي، خلاص هبدا اعمل الحسابات بتاعتي بكل سهولة والموضوع هيبقى ما فيش فيه اي مشكلة. الحقيقة خلينا كده نخش لملفات المهندس ياسر الليزي. حسبنا احنا الاريا الويتس للار سي واللينس كمان. هاجي بعد كده الاف اكشوال هتساوي، المفروض بتساوي خد ناخد بالنا خلاص احنا كده خلصنا الوركينج على او التشيكس بتاعت البيرنج على البلين كونكريت. نبدا بعد كده في الرينفورس كونكريت واحسب الاكشوال ستريس اللي جاي عليها من الاساسات العاديه قد ايه، اللي هو البي التيميت، بي التيميت على البي والبي بتاعت القاعده المسلحه. ديزاين اوف كريتيكال سيكشن فور مومنت، عند البي ار سي موجود هو هنا عشان هو فارض ان هي قاعده مربعه. فخلينا ناخد مثال لقاعده مستطيله ال F actual هيساوي ال B ultimate على ال B R C في ال L على ال R C. خلينا نحسبها كده، ال F actual على ال R C هيساوي كام؟ هيساوي الرقم ده في 1.4 عشان اجيب ال ultimate، ناخد بالنا عشان نجيب ال ultimate على في 1.4 على 1.4 لان ده الخرسانه المسلحه. كده جبت الاف اكشوال اللي هو ده. اللي هو المفروض يكون طن على المتر المسطح، ناخد بالنا هو هنا المهندس سليس كاتب البي التيميت بيساوي البي وركينج في 1.5، مفيش مشكله ممكن ناخدها 1.5 او 1.4 ولكن خلينا شغالين 1.5 بحيث ان يبقى نفس القيم طالعه بنفس المثال بالظبط، بحيث لما نيجي نتشيك في الاخر يبقى كل حاجه ماشيه سليمه. الكريتيكال سيكشن ناخد بالنا كده بقى ان الزد هو الاكس اللي احنا حسبناه اللي هي الرفرفه، يعني اوريدي الزد محسوبه جاهزه اللي هي الاكس، ولكن في الحاله دي هناخد الاكشوال اكس تساوي كام؟ هتساوي ده ماينس ده اللي هي المفروض متر واربعين، متر وسبعين ناقص التلاتين سنتي بتاعت العمود. نيجي بقى للقيم الأساسية بتاعتنا والحسابات بتاعت القاعدة المسلحة. مهم جدا النقاط التفصيليه اللي احنا اتكلمنا فيها، ازاي نقدر نحسب القاعده الابعاد القاعده العاديه، ابعاد القاعده المسلحه، وقيمه الرفرفه ما بين القاعده العاديه وما بين المسلحه سي اللي احنا جبناها من كتاب الدكتور الاستاذ القدير عبد الفتاح القصبي، وقلنا هو جابها منين، هو حسبها او تم حسابها على اساس انه ما يحصلش كسر للجزء من القاعده العاديه نتيجه ان الجزء ده كده كابولي وعليه ضغط من التربه من تحت، انما من فوق هيبقى فاضي وبالتالي مفيش رد فعل من فوق، ده على اساس ان مفيش رد. انا بتكلم في الحاله الطبيعيه العاديه.
المفروض ان انا هاخد قطاع على وش القاعدة، نبدأ نحسب عنده التصميم او المومنت اللي جاي على القاعدة بحيث ان انا اقدر اصممه بعد كده.